ألا يا الله يا منشي السفن في البحر كالأعلام، لك الحمد ولك الشكر ولك التهليل والتكبير. ألا يا الله تعز المسلمين وتنصر الإسلام، تحط الملوك اللي غلاهم فض ما يرغل، وتحفظ قايد الأمة ملكنا العادل الإمام، وتحمي مملكتنا من هلا الإرهاب والتدمير. ترانا صف واحد في المواقف ما يروح أقسام، تحت راية الملك ما نقبل الإهمال والتأخير. مواقفنا مع أولاة الأمر من ماضي الأيام، تعد أكبر دليل الليل ولا والحب والتقدير. لكتفنا وجددنا الولا وانظارنا قدام، عسى ربي يديم أفراحنا بالعز والتيسير. وطننا مهبط الوحي ورسالة سيد الأنام، حماها الله من كيد العدا والحاسد الشرير، علشان أهله نهل الكفر ويحطم الأصنام. سعودي ننور قلوبنا القرآن والتفسير، كشفنا حيلة اللي مقصده يزرع فتن والغام، يفكر يخلف المضمون ويخطط على التغيير. نعم حنا جنود الحرب، حنا غدة الأخصام، حصون الدار والأملاك لا جاه العدو مغير. مواقفنا مع أولاة الأمر من ماضي الأيام، تعد أكبر دليل الليل ولا والحب والتقدير. لكتفنا وجددنا الولا وانظارنا قدام، عسى ربي يديم أفراحنا بالعز والتيسير. حفظنا العهد والميثاق واخلصنا مع الحكام، نبيع أرواحنا في سوقها واللي يصير يصير. على دين الله المشروع ما تلعب بنا الأوهام، منهجنا تخالف منهج الإشراك والتكفير. يا سلمان الأمان انت أهلنا عز وذرى وحزام، هذا مطلوبنا التفكير. نعم يا قايد الأمة، نعم يا محقق الأحلام، عطى وامنا وتقدم وازدهار وبنية وتطوير. كريم كل ما تكرم، ملكت من الرجال كرام، حقيقة واضحة للناس ما يبغى لها تبليل. يا الله يا منشي السفن في البحر كالأعلام، لك الحمد ولك الشكر ولك التهليل والتكبير. ألا يا الله تعز المسلمين وتنصر الإسلام، تحط الملوك اللي غلاهم فض ما يرغل، وتحفظ قايد الأمة ملكنا العادل الإمام، وتحمي مملكتنا من هلا الإرهاب والتدمير. ترانا صف واحد في المواقف ما يروح أقسام، تحت راية الملك ما نقبل الإهمال والتأخير. مواقفنا مع أولاة الأمر من ماضي الأيام، تعد أكبر دليل الليل ولا والحب والتقدير. لكتفنا وجددنا الولا
كشفنا حيلة اللي مقصده يزرع فتن والغام، يفكر يخلف المضمون ويخطط على التغيير. نعم حنا جنود الحرب، حنا غدة الأخصام، حصون الدار والأملاك، لا جاه العدو مغير. مواقفنا مع أولاد الأمر من ماضي الأيام، تعدك بالدليل الليل ولا والحب والتقدير، اكتفنا وجددنا الولا وانظارنا قدام، عسى ربي يديم أفراحنا بالعز والتيسير. حفظنا العهد والميثاق واخلصنا مع الحكام، نبيع ارواحنا في سوقها واللي يصير يصير، على دين الله المشروع ما تلعب بنا الاوهام. منهجنا تخالف منهج الاشراك والتكفير. يا سلمان الامان انت اهلنا عز وذرى وحزام، هذا التفكير. نعم يا قايد الامه، نعم يا محقق الاحلام، عطا وامن وتقدم وازدهار وبنيه وتطوير. كريم كل ما تكرم، ملكت من الرجال اكرام، حقيقه واضحه للناس ما يبغى لها تبرير. لك الحمد ولك الشكر ولك التهليل والتكبير، أنا يا الله تعز المسلمين وتنصر الإسلام، تحط للملوك اللي غلاهم فض ما يرغب، وتحفظ قايد الأمة ملكنا العادل الإمام، وتحمي مملكتنا من هلال السلام عليكم. الله يبزيكم. سلام يا أهل الطيب والمجد تليد. سلام يا أهل الطيب والمجد تليد. يا لابد أن تذكر بزين أفعالها. يا لابد أن تذكر بزين أفعالها. الحر والذل يوم الليالي اللي تشي بعيالها، يوم الليالي اللي تشي بعيالها، يشهد لهم كل القرايب والبعيد، يشهد لهم كل القرايب والبعيد، الحار في كل المراج طالها، الحار في كل المراج طالها، وحنا لمشاركتكم لو علينا أمر بعيد، لمشاركتكم لو علينا أمر بعيد، حشمة رجال عالية من زالها، حشمة رجال عالية من زالها. سلام يا أهل الطيب والرأي السد، سلام يا أهل الطيب والمجد تليد.
باسم البقوم اللي يظل ظلالها باسم البقوم اللي يظل ظلالها لمشاركتكم لو علي نمر بعيد لمشاركتكم لو علي نمر بعيد حشمة رجال عالية من زالها حشمة رجال عالية من زالها سلامتك زايد يزيد عد السنين ايامها وليالها عد السنين ايامها وليالها عد السنين ايامها البيت اخذوا شطر هنا وشطر عندكم قبل يا مرحبا مليون وزايد يزيد يا مرحبا سنين ايامها وليالها عد السنين ايامها وليالها يا مرحبا مليون وزايد يزيد عد السنين ايامها وليالها يا مرحبا مليون وزايد يزيد عد السنين ايامها وليالها يا مرحبا بسمة بن الحارث هل الفعل الشديد بسمة بن الحارث هل الباس الشديد المايك لا ترقيه ناس قوم تنال من الفعول جزالة وانتم رياجل تفيد وتستفيد وانتم رياجل تفيد وتستفيد وانتم رياجل تفيد وتستفيد يوم الديار برجالها وجبالها يا مرحبا والله يدبر ما يريد يا مرحبا والله يدبر ما يريد عد المزور وشامخه وخياله عد المزور وشامخه وخياله يا مرحبا والله يدبر ما يريد عد المزور وشامخه وخياله يا مرحبا والله يدبر ما يريد واجب علينا للقريب والبعيد واجب علينا للقريب والبعيد يلا بهل حالنا من حالها يلا بهل حالنا من حالها اقلطوا حياكم الله الله يحييكم ترحيب السيد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اذكروا الله وصلوا على الرسول. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. الشيخ مشعل والشيخ خاتم ورابعكم. احنا قبيلة هذيل القوم. ونعم الله يحييكم. تعيدونا وجينا. الله يحييكم. الشيخ مصلط يعتذر لارتباطه في عزيمة. وحضر نيابة عنها الشيخ ابن عويش من مصر. ونعم. وجماعة الإمام. الله يحييكم. وجبنا لكم بعير. ومسدسين ومحالة وسيفين. إن كانها كثير تستاهلونها. وإن كانها قليل يكملها المودة اللي ما بيننا. الله يبيض وجيهكم ويحييكم ترحيب السير اقلطوا حياكم الله. الله يبتيكم. والله يبيض وجيهكم ويحييكم مرحبا ملايين اقلطوا يا صبيان بقوم مرحبا. سلمتوا بيض وجيهكم فمرحبا. الله يحييكم الله يحييكم. هلا يا الله يا منشي السفن في البحر كالأعلام لك الحمد ولك الشكر ولك التهليل والتكبير. أنا يا الله تعز المسلمين وتنصر الإسلام تحط الملوك اللي غلاهم فض ما يرغل وتحفظ قايد الأمة ملكنا العادل الإمام وتحمي مملكتنا من هلا الإرهاب والتدمير. ترانا صف واحد في المواقف ما يروح أقسام تحت راية الملك ما نقبل الإهمال والتأخير. مواقفنا مع أولاة الأمر من ماضي الأيام تعد أكبر دليل للولا والحب والتقدير. تكتفنا وجددنا الولا وانظارنا قدام عسى ربي يديم أفراحنا بالعز والتيسير. وطنا مهبطاً وحي ورسالة سيد الأنام حماها الله من كيد العدا والحاسد الشرير علشان أهله نهل الكفر ويحطم الأصنام. سعودي ننور قلوبنا القرآن والتفسير. كشفنا حيلة اللي مقصده يزرع فتن والغام يفكر يخلف المضمون ويخطط على التغيير. نعم حنا جنود الحرب حنا غدة الأخصام حصون الدار والأملاك لا جاه العدو مغير. مواقفنا مع أولاة الأمر من ماضي الأيام تعد أكبر دليل للولا والحب والتقدير. كتفنا وجددنا الولا وانظارنا قدام عسى ربي يديم أفراحنا بالعز والتيسير. حفظنا العهد والميثاق واخلصنا مع الحكام نبيع أرواحنا في سوقها واللي يصير يصير على دين الله المشروع ما تلعب بنا الأوهام. منهجنا تخالف منهج الإشراك والتكفير. يا سلمان الأمان انت أهلنا عز وذرى وحزام هذا مطلوبنا وبغيرها ما نشغل التفكير. نعم يا قايد الأمة نعم يا محقق الأحلام عطا وامن وتقدم وازدهار وبنية وتطوير. كريم كل ما تكرم ملك من الرجال كرام حقيقة واضحة للناس ما يبغى لها تبين. يا الله يا منشي السفن في البحر كالأعلام لك الحمد ولك الشكر ولك التهليل والتكبير. ألا يا الله تعز المسلمين وتنصر الإسلام تحط الملوك اللي غلاهم فض ما يرغل وتحفظ قايد الأمه
ملكنا العادل الإمام وتحمي مملكتنا من هلا الإرهاب والتدمير. ترانا صف واحد فالمواقف ما يروح أقسام، تحت راية الملك ما نقبل الإهمال والتأخير. مواقفنا مع أولاة الأمر من ماضي الأيام، وطننا مهبط الوحي ورسالة سيد الأنام، حماها الله من كيد العدا والحاسد الشرير. علشان أهلهنا أهل الكفر ونحطم الأصنام، سعوديين نور قلوبنا القرآن والتفسير. كشفنا حيلة اللي مقصده يزرع فتن والغام، يفكر يخلف المضمون ويخطط على التغيير. نعم حنا جنود الحرب، حنا غدة الأخصام، حصون الدار والأملاك لا جاه العدو مغير. مواقفنا مع أولاة الأمر من ماضي الأيام، تعدى أكبر دليل حفظنا العهد والميثاق واخلصنا مع الحكام. نبيع ارواحنا في سوقها واللي يصير يصير، على دين الله المشروع ما تلعب بنا. لا يا هلا ولا يا مرحبا يا ضيوف
لو صارت الخطوة لكم عن الف يوم والبلد والثانية احنا بنا الحلف على الجود وصيا تاريخنا معروف ما يجهل على ناس اذكياء واللي يخاونا معزز بالمرور والحياة لو صارت الخطوة لكم على الف يوم والبلد والثانية حنا بنا الحرث على الجود وصيا تاريخنا معروف ما يجعل على ناس اذكياء واللي يخاونا معزز بالمروة والحياة الطيب والقلب جيل بعد جيل الله يحييكم 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 الله والمعذرة والسموحة حقكم أكبر من كذا لكن المعذرة والسموحة واسمحونا الله يجيكم وفيكم وحييكم مرحبا بالغاليين مرحبا وحييكم والله أنتم قبل وحييكم جميعا مرحبا 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 يا الله حييكم ألا يا الله يا منشي السفن في البحر كالأعلام لك الحمد ولك الشكر ولك التهليل والتكبير ألا يا الله تعز المسلمين وتنصر الإسلام تحط للملوك اللي غلاهم فالضم يرغر وتحفظ قايد ملكنا العادل الإمام وتحمي مملكتنا من هلا الإرهاب والتدمير ترانا صف واحد في المواقف ما يروح أجسام تحت راية الملك ما نقبل الإهمال والتأخير مواقفنا مع أولاة الأمر من ماضي الأيام وجدتنا الولا
خلصنا مع الحكام، نبيع ارواحنا في سوقها واللي يصير يصير، على دين الله المشروع ما تلعب بنا الاوهام، منهجنا تخالف منهج الاشراك والتكفير. يا سلمان الامان انت لنا عز وذرى وحزام، هذا البحر كالأعلام، لك الحمد ولك الشكر ولك التهليل والتكبير. ألا يا الله تعز المسلمين وتنصر الإسلام، تحط للملوك اللي غلاهم فض ما يرغب، وتحفظ قايد الأمة ملكنا العادل الإمام، وتحمي مملكتنا هلا نرهاب والتدمير. ترانا صف واحد في المواقف ما يروح اقسام، تحت راية الملك ما نقبل الاهمال والتاخير. مواقفنا مع ولاة الامر من ماضي الايام، تعد اكبر دليل للولا والحب والتقدير، كتفنا كشفنا حيلة اللي مقصده يزرع فتن والغام، يفكر يخلف المضمون ويخطط على التغيير. نعم حنا جنود الحرب، حنا غدة الأخصام، حصون الدار والأملاك لا جاه العدو مغير. مواقفنا مع ولاة الأمر من ماضي الأيام، حفظنا العهد والميثاق واخلصنا مع الحكام، نبيع ارواحنا في سوقها واللي يصير يصير، على دين الله المشروع ما تلعب. مرحبا مرحبا الله حيه، مش كيف فيصل الموجي بعد ربعه الله حيه، وقيت الحرام يفوق يا الله حيه يا الله مرحبا. الشيخ عبد الله بن سلمي الجهني معانا خوينا، وينه؟ اوه لا مرحبا رحيف يا مرحبا. وين بن سلمي؟ عبد الله بن سلمي الشيخ عبد الله بن سلمي ربعه، الله يحييكم من معه. والشيخ فيصل ربعه ربعه، يا الله يحييه. الف الف يا الله يحييه قلبه، الف. مرحبا جميعا، الله يحييكم يا مرحبا. حياكم الله. السلام عليكم، مساك الله بالخير. سلام يا من دعوتي عنا لها من جدة وذكرها جينا لها، وأهل الوفا لوصلنا مسالها، رد الوفا وجب مثل رد السلام، رد الوفا وجب مثل رد السلام.
يا خاتم بن محسن وربعك بن الحارث عموم، جينا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى بناء على دعوة لأخونا وابن عمنا الشيخ طريخم بن علي الغرموم. وكلنا الليلة طريخم بن علي، كلنا الليلة أبو علي. الله الجمع الغفير الأدنابر من البقوق. ونعم الله حيهم. ومعنا اخونا الغالي والعزيز الشيخ عبد الله بن سلم الجهني. جينا على ما قالوا اهل الجنوب باكين ومشاركين، فانتم غاليين، جيران، عوالي، اصدقاء، ونعزكم وتعزونا، ولا جينا الا من هذا الباب. وحقيقه جينا ومقدمين هدايا وعانية متواضعة. اسمع اسمع، جيناك ب40,000 ريال، وجيناك برشاش مذهب، وجيناك بشتين، جيناك بسيفين، وتستاهلها. ومبارك للعرسان الشباب عمر ونايف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم، ونقول لهم باسمي واسم الحضور، اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم بخير. ونحمد الله سبحانه وتعالى على التواصل بيننا وبينكم كما هو بين الرجال في جميع انحاء المملكه، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى بفضل عقوبه الرشيده اعزها الله وايدها بنصر توفيقه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تقدم استلم الدراهم واستلم الهدايا. مرحبا. طيب بعدها والله يقدر يجيك ويحييك. مرحبا ملايين، مرحبا. الله يحييك جميع الجهات وجميع الرجال اللي حضروا، الله يحييهم. مرحبا مرحبا ملايين، مرحبا. الله حياكم الله. الهدايا وصلت، اما القروش والله ما تجينا. ما الهدايا ما احنا والله ما تجينا. طيب 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 طيب، حنا اشوف لي مقطع مرسلين في التلفزيون، باكستانيه جو عند بني مالك ومعهم فلوس، قالوا تاخذون فلوس حنا اجلس، ما تاخذ فلوس حنا نرجع. حنا الحين تاخذ فلوس حنا نجلس. سلام محمد. اسمع 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 حنا والرجال اللي عانوا من جلوس على كراسي ما حتى قاموا يحكمون ويستقبلونا. ما والله ندخل ونطلع على الباب ذا.
حنا والرجال بينه وبين ابو علي واخوه عامر الله يرحمه، وين ولده اللي بشيء؟ نعم نعم الله يحييك ويغفر لابوك يا الله يجزاك خير ويحييك. عندنا سنين وصديق لي انا خاصه. لكم زود صديق ابو علي صديق الله يحييك. اسمعني، واللي بيننا وبينك اكثر من اللي بينك وبين من يعلمك، تفهمني؟ ولا اذا بنردت شيء رجعنا استاذنا وحنا لا تكسر. سلعه محمد، سلعه محمد، اسمع حاجة. اسمع اسمع احنا بيننا شلون سوا ابو علي دي؟ اسمع اسمع والله ما اسمع 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 ابو اسمع علي رجل. اسمع انا اخوك واجب. اسمع سلعه اسمع 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 يا طويل العمر، حنا بيننا وبينكم شيء خاص، وبيننا وبينكم ربك خاص، وبين الرجال ظل يعتبرون اخوان. صحيح صحيح. لا لا ايش اسالك بالله انك لا عاد تخرب مجينا ومجيكم. كم كم وين الحياة؟ وين الحياة؟ اقلط حياك مره، اقلط يا ميل انا وجهي اقلط. مرحبا الله يحييك، مرحبا حياك مره، يا مرحبا تفضل حياك مره، يلا حياك تفضل حياك مره، حياك مره تفضل تفضل. هلا يا الله يا من السفن في البحر كالأعلام، لك الحمد ولك الشكر ولك التهليل والتكبير. هلا يا الله تعز المسلمين وتنصر الإسلام، تحط الملوك اللي غلاهم فض ما يرغب، وتحفظ قايد الأمة ملكنا العادل الإمام، وتحمي مملكتنا من هلا الإرهاب والتدمير. ترانا صف واحد في المواقف ما يروح أقسام، تحت راية الملك ما نقبل الإهمال والتأخير. مواقفنا مع ولاة الأمر من ماضي الأيام، تعدى أكبر دليل للوطن
يفكر يخلف المضمون ويخطط على التغيير. نعم حنا جنود الحرب، حنا غدة الأخصام، حصون الدار والأملاك، لا جاه العدو مغير. مواقفنا مع ولاة الأمر من ماضي الأيام، تعدى أكبر دليل الليل ولا والحب والتقدير. تكاتفنا وجددنا الولا وانظارنا قدام، عسى ربي يديم أفراحنا بالعز والتيسير. حفظنا العهد والميثاق وخلصنا مع الحكام، نبيع أرواحنا في سوقها واللي يصير يصير على دين الله المشروع ما تلعب. Uh-huh.
السنة هو مذهب في قدرب الحارث على قرات والسيف المذهب أهل القرم والجود والتاريخ محمي ما تذهب جمرة عرب فخر وذب حاضر ومن وقت قديم وجالهم يحمل مراجل ما تنسى
المشهد يوم واسع والنعم والله يا قريش الصيت والمجد العظيم. فعلنا كل يقل له حب وهب كفر رجل منا بفعل الطيب للعربان وهب صلى الله وسلم على اللي جاي بدنا القويم. مرحبا يا مرحبا يلا حي بقلب بقلب يا محيي بقلب يا بيضا راجي يا رسول الله الحاضرين اللهم صل وسلم. احنا ربعكم المشاحنة عيال محمد. نعم وعليكم زود. نعم الله يحييكم. معنا واجب لكم يا متاعين نايف وعمر عيال خاتم ندعي لهم بالبركة نقول لهم مثل ما قال الرسول بارك الله لكم بارك عليكم جمع عليكم في خير والله يرزقنا وياكم الذرية الصالحة. قدموني اخواني وانا خادم لهم. ماني اكبر ولا اطيب لكن خدمة الاخواني وخدمة اخواني شرف لي. الله يسلمكم. اخواني عايض وعواض وعيال اخواني سالم وسعود واخوانه سلطان وفيصل والصغار الله يحفظهم. واجبنا 5000 لكم ان كان واجب فانتم تستاهلونها وان كان قليلة اخواني والحاضرين منهم ان شاء الله يجملونها وسلامة الحاضرين. سلمتم الله حييكم ايضا وجيه الله حييكم مرحبا تفضلوا حياكم الله لا ينبغي معناكم الله حييكم. عبد العزيز محمد والله اني اعتذر منكم من ضرب وانه يعز المكان هذا وهله لكن انظروا ان شاء الله حضورنا يعذرنا منكم يا ربعنا ولده يشرح لكم ظرفه وعذروه. عذورين عذورين الله يحييكم مرحبا ملايين مرحبا انتم من قبلكم الله يحييكم. ألا يا الله يا من السفن في البحر كالأعلام لك الحمد ولك الشكر ولك التهليل والتكبير. ألا يا الله تعز المسلمين وتنصر الإسلام تحط الملوك اللي غلاهم فض ما يرغل وتحفظ قايد الأمة ملكنا العادل الإمام وتحمي مملكتنا من هلا الإرهاب والتدمير. ترانا صف واحد في المواقف ما يروح أجسام تحت راية الملك ما نقبل الإهمال والتأخير. مواقفنا مع أولاة الأمر من ماضي الأيام تعد أكبر دليل الليل ولا والحب والتدمير.
الخيور رسالة سيدة لنا حماها الله من كيد العدا والحاسد الشرير علشان أهله نهل الكفر ونحطم الأصنام سعودي ننور قلوبنا القرآن والتفسير كشفنا حيلة اللي مقصده يزرع فتن والغام يفكر يخلف المضمون ويخطط على التغيير نعم حنا جنود الحرب حنا غدة الأخصام حصون الدار والأملاك لا جاه العدو مغير مواقفنا مع ولاة الأمر من ماضي الأيام تعدى أكبر دليل للولا والحب والتقدير كتفنا وجددنا الولا وانظارنا قدام عسى ربي يديم أفراحنا بالعز والتيسير حفظنا العهد والميثاق واخلصنا مع الحكام نبيع أرواحنا في سوقها واللي يصير يصير على دين الله المشروع ما تلعب بنا الأوهام منهجنا تخالف منهج الإشراك والتكفير يا سلمان الأمان أنت أهلنا عز وذرى وحزام هذا الحمد لك الشكر لك التهليل والتكبير ألا يا الله تعز المسلمين وتنصر الإسلام تحط ظل الملوك اللي غلاهم فض ما يرغر وتحفظ قايد الأمة ملكنا العادل الإمام وتحمي مملكتنا من